من القاهرة معي دكتور ريم عماد، نائبة مدير مستشفى المعهد القومي للسرطان. مساء الخير، أهلا بك معنا دكتورة ريم. ما الذي تغير بين 2002 و2005 و2012 طبعا في تحسن كبير، وبين 92 و94؟ مساء الخير، أهلا وسهلا. أولا أنا سعيدة جدا طبعا بالتقرير اللي اتعرض قبل الفقرة دي، وبمجهود الرياض وبمجهود السعودية في التخفيف من أثار سرطان الثدي على السيدات. طبعا الفترة اللي فاتت حصل فيها تطور كبير جدا، سواء في العلاج الجراحي أو في العلاج الكيماوي والهرموني والإشعاعي، وده نتج عنه طبعا نتائج أحسن بالنسبة لمريض سرطان الثدي، أو زي ما أنت قلتي كده إن إحنا بقينا بنعتبره مرض مزمن مش مرض قاتل، بالذات في المراحل الأولية. علشان كده احنا دايما بنحب نشجع الناس انهم السيدات يعني انها ما تهملش الفحص الذاتي للثدي مرة كل شهر، وما تهملش كمان انها بالذات فوق سن الأربعين تعمل أشعة ماموجرام مرة كل سنة. ما الذي يجعل هذا يعني من تصاب بهذا المرض تتعالج ويعني قابل للعلاج والتعايش معه، كما ذكرنا بأنه النسبة زادت من هكذا حالات، وما الذي لا يجعل الأمر قائما؟ يعني في حالات عديدة نتحدث عنها في الآونة الأخيرة، صحيح ونحن نلحظها يعني أنه مصابات يتعايشن مع المرض بعد فترة علاج، ولكن ثمة حالات أيضا لا نتحدث فيها عن هذا على الإطلاق، لماذا؟ طبعا الأهم فرق هو الاكتشاف المبكر. يعني سرطان الثدي بينقسم لأربع مراحل، أولى وثانية وثالثة ورابعة. المرحلة الأولى والثانية زي ما احنا قلنا كده مرض ممكن نتعايش معاه، في ما يعني المرحلة الثالثة والرابعة بيكون للأسف وصل لمرحلة متأخرة جدا. عشان كده احنا دايما بنأكد على الاكتشاف المبكر، بنأكد سيدة ما تهملش انها تفحص نفسها، ما تهملش انها اول ما تحس بحاجة تعمل على طول أشعة، لأن احنا لو اكتشفنا المرض وهو في مراحله الأولى، بالذات لو أقل من 4 سنتي، لو ما فيش عقد ليمفاويه، لو ما فيش انتشار في اي مكان، كل ما بنكتشفه بدري كل ما بيكون افضل طبعا. بس اللافت بدراسه ايضا دكتوره ريم، يعني موضوع انه يمكن تعايش معه كالسكري والضغط، يعني هكذا تمت المقارنه، مع انه السكري والضغط يعني لا نتحدث عن امراض سهله، يعني لذا نسميه المرض الصامت، القاتل الصامت، ان كان السكري او الضغط، صحيح؟ لا، مش مسألة ان هو القاتل الصامت، مسألة ان احنا المريض احنا بنحب نفهمه ان هو يفضل وقت يتابع معانا. يعني على عكس من مريض السكر فهو مضطر يتعالج يوميا، صحيح. مريض الضغط بياخد دواء علاج يوميا، انما مريض السرطان الثدي لما بتعدي اول سنة مرحلة العلاج الكيماوي والاشعاعي والهرموني وهكذا، بعد كام سنة يعني بتتوقف خالص انها ما بتاخدش اي علاج، حتى ممكن يعني بنشجعهم ان هم يمارسوا حياتهم عاديه تماما. لكن احنا ليه بنقول لهم ده مرض مزمن؟ عشان ما تهملش طبعا، عشان يفضل دايما كل سنه بنشوفها، كل 6 شهور بنشوفها. للعلاج. شكرا جزيلا لك دكتوره ريم عماد، نائبه مدير مستشفى المعهد القومي للسرطان، على هذه المشاركه معنا من القاهره.